من هو وزير الدفاع الأردني؟ وزير الدفاع ما بعرفه. الحالي الخصاونة. أنا بعرفش معلوماتها، يعني أعطيني معلومات عن السيارات. وزير الدفاع الحالي هو الدكتور بشر الخصاونة، دولة رئيس الوزراء الأردني. بشر الخصاونة؟ ما أعرف. رئيس الوزراء بشر الخصاونة؟ لا والله ما بعرف. من هو وزير الدفاع الأردني؟ بشير خصاونة. وعادة في الأردن وزير الدفاع بيكون رئيس الوزراء اللي هو الحالي الخصاونة، بشر الخصاونة. وزير الدفاع الأردني؟ لا والله ما عارف. أتوقع أنه رئيس وزراء وبشغل منصب رئيس وزير الدفاع. مبيضين. بشير خصاونة. دكتور بشير خصاونة. وزير الدفاع. والله ما بعرفه. أقسم بالله ما بعرفه. بشر الخصاونة رئيس الوزراء. وزير الدفاع الحالي هو نفسه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة. رئيس الوزراء نفسه. بشر الخصاونة. وزير الدفاع الأردني على ما أعتقد بشر الخصاونة.